I'm happy that the operation today took place. Take the seal. مين سائل عن أسوانا بالعالم كله؟ ما في نتيجة. التجربة مع الإسرائيلي تقول إذا أردت أن تستعيد الأسرى والمعتقلين وتكشف مصير المفقودين عليك أن تأسر جنودا إسرائيليين. مو هيك؟ اللي بدي أقوله اليوم إنه لا، هذا مش عيب ولا جريمة ولا عمل إرهابي، هذا حقنا وهذا واجبنا وهذا يمكن نعمله بيوم من الأيام. يمكن نعمله بيوم من الأيام، ما حدا يتفاجأ فيه. إلا إذا حقيقة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمهتمين بلبنان بالمرحلة الحالية بيروحوا بيعالجوا بالوسائل السلمية.